السلام عليكم. في تطورات يعني متسارعة الأحداث نتاع انتقال ديمبيلي إلى باريس سان جيرمان، تأكد بأنه ديمبيلي مازال ما وقعش على العقود والكشوفات الطبية في باريس سان جيرمان، وطلق تصريحات يعني قوية ضد برشلونة. فدابا ديمبيلي راه واقف ما بين كما كنقولوا وسط الطريق، باريس سان جيرمان مازال ما حسمتش الأمر، برشلونة مازال كتمتلك بطاقة اللاعب، اللاعب دار تصريحات ضد فريق برشلونة. يعني هنايا ديمبيلي لقى راسو في واحد الموقف يعني لا يحسد عليه. البارسا رغم ان باريس سان جيرمان تقدر تطرطق العقد ديال ديمبيلي اللي هو 50 مليون اورو، فجا واحد العرض مفاجئ من الهلال السعودي، اعطى البرشلون او اعطى في صفقة ديمبيلي 100 مليون اورو. فالبارسا ما غاديش تفوت هذه الفرصة هذه، مع العلم انه في العقد الموقع ما بين اداره برشلونه واداره يعني في عقد التجديد ما بين برشلونه وديمبيلي كانت هذيك 50 مليون اورو، ما نساوش بانه ديمبيلي يدي فيها 25، يعني لافير غادي تمشي لباريس سان جيرمان فقط برشلونه غادي تستافد من 25 مليون اورو. الان دخل عرض قوي جدا، قوي بمعنى الكلمه، اللي هو عرض الهلال السعودي اعطاه لبرشلونه 100 مليون اورو في العقد والبطاقه تاع ديمبيلي. فما مصير ديمبيلي الان؟ ما نساوش بان العقود مازال ما تسجلتش، مازال ما تسنياتش كاع، مازال برشلونة ما عطاتش الموافقه ديالها، ديمبيلي ما شتاش فحص طبي في باريس سان جيرمان، فلهذا هو ملزم من طرف القانون انه يولي لبرشلونة. والبارسا غدا تبدا تمارين جديده ديالها، يعني كسافي غدا غادي يدير تمارين جديده، فلهذا كسافي الى كسافي يعني هنايا غادي اللعب يبقى في يد برشلونة. الى برشلونة بغات تزير ديمبيلي غتلغى له التمرينات سيف عليه يجي قانونيا، سينو غادي تتاخذ اداره البارسا ضده يعني الاجراءات القانونيه اللازمه، وتقدر تتابع حتى باريس سان جيرمان. يعني ديمبيلي وقع في واحد الفخ اللي دار هو بيدو، ما سنيت ما انتقلت 100% وكتطلق تصريحات ضد برشلونة، كتقول بانه البيئه اللي كانت في برشلونة بيئه غير صحيه. 5 سنين وانت في برشلونة كاع هاد البيئه نتاع 5 سنين غير صحيه، على اليوم بانت لك بلي غير صحيه. فلهذا النفاق نتاع اللاعبين، انا ما رحناش نهاجمو ديمبيلي نو، احنا غير نقولوا ونوضحوا واش تا قال، ماشي حيت مشى ولا بغى يمشي رحنا كنهاجموه، لا. ديمبيلي اصلا صفقه خاسره في برشلونة، انا كنت كنقول هذا من زمان. جوار اللي كيلعب لك انت يا ماتشات غير ساهلين، ومن كتجي لي كرون ماتش او المراحل الحاسمه في البطولات كيتنضرب، هذا جوار هذا رميه البوبل. يعني لو كنت انا من المسيرين او احد اعضاء النادي تاع برشلونة والله ولا حتى نجري عليه انه لم استفيد منه في شيء، وكيدي اموال طائله وجمع بمبالغ خياليه. فهاد يعني المشكل اللي كان واقع في برشلونة من بكري، هذا الشيء مشكل خصوصا في الاداره نتاع روسيل والاداره نتاع باريتيمو، غادي نهضروا على هذه المساله هذه، نكملوا مع ديمبيلي. فديمبيلي الان يعني رمى راسو في الجحيم، لا هو لاعب باريس سان جيرمان، لا هو الان لاعب في برشلونه، برشا تقدر دابا دير فيه اللي بغات، يعني المصير ديالو غادي يكون مصير شويه خايب. فلهذا غادي نخليو الاحداث ونشوفوا الامور فين غادي توصل. بغينا غير نعطيو واحد الراي بانه الانسان محدو مازال ما خرجش من الفريق ديالو وما سنياش مع فريق جديد يبلع فيه، هادشي اللي بغينا نوصلو، هذا هو الميساج اللي بغينا نوصلو. اما تمشي تجلس فإلى الجحيم كاع كما كنقولوا بواحد المثل العامي ديالنا في المغرب، ماوش طاب حتى لقاع البحر، انه الكلوب كبير على احنا صفتنا ميسي غادي نحيرو في ديمبيلي. ميسي بالعظمه ديالو والتاريخ ديالو، وما نساوش يعني الفضل نتاع ميسي على برشلونة، وفي التالي من لقينا بانه يعني الكلوب كيكون كبير على الفريق ويعني مصلحه النادي فوق الجميع، قلنا له سير الله يعاون بصحتك، الله يخلف عليك وشكرا وبصحتك. كنشوفوا بانه نيمار كيدير محاولات باش يولي لبرشلونة، فكسافي يعني عجبني بواحد الطريقه، يعني لو الاداره تاع برشلونة باغي تردوا انه مساله اقتصاديه، مساله كرويه، مساله يعني نيمار عنده ما يقول، ولكن رياضيا كسافي قال لهم ما نحتاجوش لانه غادي يخسر لي
المجموعة. أنا هذه عامين وأنا كنربي في المجموعة وكنوجد فيها وكندير واحد اللحمة في المجموعة. هذه جي نيمار، نيمار معروف بالشغب ديالو في غرف خلع الملابس، يبغي يكون هو قيادي، يبغي يكون هو ديما تسلط عليه الأضواء، فغادي يخلق لك مشاكل. يعني عجبني كزافي أنه رفض الفكرة، والسوق مازال ما تبلعش. يعني السوق مازال ما تبلعش، غادي نخليو السوق محلول ونشوف المفاجآت اللي غادي توقع في هذا السوق هذا. هذا هو ديمبيلي هضرنا عليه، صافي جمعنا الموضوع تاع ديمبيلي، لانه ديمبيلي اصبح لا يهمنا، اختاريت تخرج الباب. هذا هو اللي خصو يكون شعار النادي. خص الجوار كما كانت بكري، خص الجوار يتمنى يلعب في برشلونه. جات الاداره تاع روسيل وجات الاداره تاع باريتيلمو قلبوا الايه، خسروها، ولاو هما يمشيو يجريو يلهجوا وراء اللاعبين. شوفوا غير غادي نبداوها بنيمار. نيمار نهار اللي مشات الاداره تاع روسيل تعاقد معاه، درت معاه واحد العقد، يعني عقد والله الا مهزله، اقسم بالله الا مهزله. تلعب قده نعطيوك فلوس قده، تلعب 60% نعطيوك قده، تضحك الجمهور ويصفق عليك الجمهور في المقابله نعطيوك مليون اورو ك ك ك ك ك ك كحوافز، تمركي نعطيوك قده، عدد الاهداف نعطيوك قده. اش هاد الكونترا هذه؟ هاد راه مهازل. بالاضافه انه جاب واحد المبلغ خيالي، والعمولات ديالو كانت 40 مليون عرب روسيل مشى عليها للحبس. هذا علاش كتوصلوا انكم تطيحوا من القيمه نتاع النادي باش ترفعوا في القيمه نتاع اللاعب؟ علاش؟ راه خص اللاعب هو اللي يجي عندك، هو اللي يتمنى يلعب عندك، ماشي انت تتمنى تمشي تعاقد معاه. فهذا هو الخطا الاستراتيجي اللي داروا روسيل، لانه روسيل كما قلنا مرارا وتكرارا فهو رجل اقتصاد وليس رجل كروي، يعني ماشي رجل رياضي. روسيل معروف بانه رجل تجاره، قوي في التجاره، قوي في الاقتصاد، قوي بصح رياضيا ضعيف، ما عنده حتى شي خبره رياضيه. فهو اعتمد على الجانب المالي والجانب الاقتصادي وطور اقتصاديا برشلونه، يعني ماليا طورها، جاب شركات، جاب يعني لاعبين اللي غادي يبيعوا تريكويات، يبيعوا يعني واحد الناحيه دار خدمه، ولكن رياضيا ضيع الفرقه. فانا نمشي نزاوق انا جوار باش يجي يلعب عندي؟ كيف يعقل هذا؟ يعني انت استصغرت النادي وكبرت القيمه نتاع اللاعب. نفس الخطا يوقع فيه باريتيمو، لانه باريتيمو النائب تاع روسيل. كي مشى روسيل للحج شدها باريتيمو بالانابه، لانه رئيس هذاك باريتيمو رئيس بالانابه، ماشي رئيس انه اجتمعت عليه الاعضاء بالانابه. شد البلاصه تاع عمي روسيل، دار نفس الاستراتيجيه، مشى تعاقد مع كوتينيو 150 مليون، زاوق في كوتينيو حتى شاف، خلى كوتينيو يتمرد على النادي ديالو. يعني هذه كانت اول مره نشوف ان برشلونه تدفع جوار يتمرد على النادي ديالو، باش تمرد على بالحوافز الماليه الضخمه اللي عطاه. يعني انت كتزاوق في اللاعب يجي لعندك كتفرش له الطريق وورود اموال كثيره وتلعب قده نعطيوك قده، ولا دينا الشامبيونز ليغ نعطيوك قده، ولا دينا. نفس الخطا يتكرر مع ديمبيلي. مشينا لعند ديمبيلي عطينا، واش الجوار ما كيسواش حتى 50؟ انت تجيبو 135 مليون وفي العقود ديالو دير له واحد الصالير كبير بزاف باش يتمرد على النادي ديالو. راه كيقول لك الحفره اللي حفرتيها طيح فيها. ها انت خليتي الجوار يتمردوا على النوادي ديالهم، فجاء الوقت اللي يتمردوا عليك اللاعبين. تمرد عليك نيمار هو الاول، وها هو الان نفس ديمبيلي كيسقيك من نفس الكاس اللي سقيتيه نتايا كبرشلون لدورتموند، فهو تمرد عليك ومشى لباريس سان جيرمان. فلهذا يعني الاداره المتعاقبه دارت اخطاء استراتيجيه غادي تخرج عليها في المستقبل. انك كتفضل لاعب وكتعطيه قيمه كبيره على حساب النادي، وهذا لا يعقل. لاعب كتدخل معاه في مفاوضات، خويا تجي لبرشلون لا نشوف، الله يعاونك برشلون كبير عليك بزاف، انت اللي خصك تجي لبرشلون باش دير السيفي ديالك انك لعبت في برشلون، باش تطلع لك القيمه ديالك. ملي كتلعب برشلون راه القيمه الماليه ديالك والقيمه الفنيه ديالك تطلع للسماء. فكيف يعقل ان نتشاور معاك ونعطيك انا مهله انت تختار؟ ماشي انت اللي تختار، حنا اللي نختاروا شكون نجيبوا. بغيت تجي مرحبا، ما بغيتش تجي الله ينيك. انت اللي غادي تضيع واحد الفرصه جاتك حتى بين يديك انك تلعب في برشلونه. راه التاريخ هذا، راه ماشي، راه شوف جوار اللي لعبوا في برشلونه وشوف جوار اللي لعبوا في الارسنال، شكون اللي متكورين كثر، شكون اللي الناس تعرفهم كثر، واش اللي في برشلونه ولا في الارسنال ولا في تشيلسي؟ فعلى هذا الاخطاء هذه نتاع الاداره خصها ما تكررش، وتكون واحد الاستراتيجيه جديده انه اللاعب اللي بغى يجي لعندك مرحبا به، اللي ما بغاش يجي هو اللي خسرنا راسه. فعلى هذا يعني هذه الامور خصها تغير، خصها تغير.
نتمنوا من يعني من الاداريين تاع برشلونه يوعوا هذا الشيء هذا، بانه البارسا كبيره على اي لاعب. وشكرا.